شغل الملك العام استعمال الشاحنه ها انتم السوق القيصريه العاليه. لا احنا السوق البلدي. لا عرفت البلدي. السوق البلدي. انا كنقول لك زعما شنو اللي معنيين اللي معنيين السوق القيصريه العاليه سوق وادزم السوق البلدي الجوقيه هاي كاين الاسواق تاع المحمدي كاع معينين سوق زنقة وليلي سوق زنقة السقاية سوق زنقة سوس سوق المدينة الجديدة كاع الاسواق معينين سي زنقة الغرب شال ها انتم هذا الشالي رقم واحد فيه 400 متر 400 متر مربع شحال نكري 45 درهم سيد مستشار سيد مستشار زنقة الريف وبير نزاران الشالي رقم واحد وجوج عرفتي هادو كذلك 40000 هذا 400 متر كازوز هذا كل شيء طالعنا عليه طالعنا عليه طالعنا عليه خاصنا المنصور الذهبي شالي اللي وقع الحمد لله كنا طلبنا واحد الطلب من السيد الرئيس باش يسوي الوضعيه ديال التجار اي واحد انه عنده قرار عنده تنازلي ولا عنده قرار في الاسم ديالو الحمد لله السيد الرئيس انه استجب لهذا الطلب لان ما قدرش يستجيبوا ليه شحال من رؤساء دازوا والسيد الرئيس انه استجب هذا القرار غير هو اللي ما كنا مختلفين فيه هي القيمه القيمة الثمن ديال هذا القرار اللي غيخلصوا التاجر التاجر سمع واحد الثمن تيطرح تيقولوا 70000 درهم ولكن مازال غير مطروحه مازال ما تقراتش انا باغا غير مطروحه هذه القيمه ديال 70000 درهم نسمعوا التجار انهم كاملين جاوا لان انا كنت انا واحد الاولى اللي من المناضلين اللي قلت لهم ان الناس بلا كانت بلا كانت بصح انها 70000 درهم راه بزاف على التاجر لان هذيك الجوطيه راه ما خاصهاش نخلصوا خاصنا نصلحوا عليهم خاصنا نقادوا عليهم خاصنا ندير نعاودوا ان شحال من مره كي تجي انت تشوف انها تشعل فيها العافيه الله يسر حنا كاملين يد واحده مع التاجر وحنا بغينا نشوف ماشي غير مع التاجر مع المدينه كامله نشوفوا المدينه ان نشوفها تكون رائعه وتكون زويونه والسوق البلدي انه هو معلم ديال المدينه تنطلبوا من السيد الرئيس ان كما درج واحد النقاط ديال الوطن الحار وديال هذا يدرج الى النقاط ديال اصلاح السوق البلدي نصلحوه ويولي عندنا كمعلمه ومفخره لمدينه المحمديه شي شوف انا هذه انا معك فيها ان بعض الرئيس بعض الحوايج انا ما تيستشرش فيها انه هو استجب واحد الطلب وما كانش غير نجنا ولا هذا اللي غادي يستشر فيها ويختص الناس المعنيه كانني انا كمستشار ورئيس جمعيه وتنعيش مع الناس السوق ان كانت واحد شويه طبيعه الحال ان كان شويه ما كانش استشاره ولكن هو انه البروجمو ديالو هو كثره حتى الاشغال ديالو الله يحسن العون معنا انا ما غن هو الاشغال ديالو انه قرر انه يدير يسوي الوضعيه ولكن ما كانش استشاره مع التجار مع الجمعويين معك انا كمستشار وقال الحمد لله هذه النقطه انه كان الاتصالات معاه وقال النقطه انه يحاول يلغي ولا شو كيديرها وبغينا احنا القرار انه غادي يبقى للتجار باش تسوي الوضعيه ديالو باش يخلص الضريبه ديالو ويولي عنده وعاء صحي داكشي اللي قال جاب سيدنا الحمد لله هو مشى في هذه الخطوه ونتمناو انه الثمن يكون مناسب للتجار وشكرا احنا بعد ما شلنا شي نقاط مدرجه في الدوره ديال اليوم فحاولنا نتجمعوا باش نجيو نحتجوا على القرار العشوائي اللي ما استشروا فيه مع حتى شي واحد لان هاد التجار وهاد المهنيين عندهم ناس اللي كيمثلوهم فكان قرار عشوائي من اللجنه اللي دارت هاد القرار فما علينا الا نجيو باش نبلغوا الرساله ديالنا على احنا غير راضين احنا كنطالبوا باصلاحات يتصلح السوق تكون عندنا واحد الارضيه فين غنبيع ونشريو عاد باش يمكن لينا نتناقشوا على الاداء لان هذا الاداء اللي باغي يطبقوه علينا راه هي ديال الاسواق من نوع ممتاز لذلك احنا جينا اليوم باش نحتجوا ونوصلوا الرساله ديالنا للسلطات المختصه والسيد الرئيس باش تكون اعاده النظر في هذا القرار لانه هذا القرار ماشي في صالح الساكنه هي الاولى غتكون مضروره وماشي في صالح التجار لان التجار اللي غيضر غيمشي بحاله واللي مشى بحاله الساكنه اش غتاكل وهذه هي الرساله ديالنا انتوما كنتو كتخلصوا ما كنتوش حنا كنخلصوا واحد المبلغ واحد السومه اللي كنا طرادينا بها حنا والمجلس السابق اللي هي سومه اللي كانت دازت هذيك العام اللي كانت محدده في 50 محددة في 50 ريال القنطار فما بالك الان القفزة غتولي 150 ريال القنطار يعني جوج داهم ونص الصندوق ضربت في ثلاثة مضاعفة في العشوائية ما كاينش الأرضية ما كاينش شي مولة تزادت ما أي حاجة شتيها تزادت في هذاك السوق فهي مجهود من التجار والجمعية من المال ديالهم الخاص والو كانت خاصت واحد 60 مليون للتبليط ديال السوق وواحد الصور
فما كملاتش الاشغال، ما بقيناش عرفنا فين وصل هذا الشيء، ما عرفناش شكون بلوكا هذا الشيء، وكنت فاجئ بهذه الزياده اللي هي زياده عشوائيه وما استشروا مع حتى شي واحد، وحنا غير راضيين عندها ورافضينها. حطيتوا شي طلب سيد بشار السلطات؟ لا، حتى حنا تفاجئنا بهذا القرار العشوائي، فجينا نحتجوا، ومن بعد غيكون عندنا تواصل مع السيد الباشا ان شاء الله، نحطوا لي طلب باش تواصلوا معاه باش نبلغوا. احنا ماشي ضدها، احنا خاصنا الاصلاح بعد السوق، عاد شي مكلينا عاد شي نشوفوا النقطة اللي غادي نخلصوا عليها. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.